السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت متزوج من سنة وحصل انفصال، وجيت عشان أرجع لزوجتي، فوالدها كاتب في القائمة لا ترد إلا عند الطلاق. هل الكلام دوت يجوز؟ القائمة لا ترد إلا لا ترد عند طلبها. طيب، وأنت وافقت؟ أنت الآن لم تعقد. أنت الآن لم تعقد. طيب، أنتم بالخيار وهو بالخيار. كله جائز، الشرع يجوز كله هذا. يجوز ما تقوله ويجوز ما يقولونه. لكن كل واحد حر الآن، شوفوا من اللي هيغلب في الكلام. هو قال لك يا أخي مهر بنتي هذه القائمة أخذه متى شئت، هذا مهر بنتي قبل أن تتزوجها. إذا عجبك عجبك، ما عجبك غيرها النساء كثير. لا تستطيع أن تفرض عليهم فرضا ولا يستطيع أن يفرض عليك فرضا. كل واحد في طريقه. أنا قلت لك من الشرع جائز يا أخي، هذا مهر. القائمة هي مهرها، ويتشترط عليك في الأول هذه مهري. أخذه متى شئت، عجبك عجبك، ما عجبك أنت بعيد عنها لا. لكن تعاهد وتغدر لا. يعني إيه اللي ما خليك تتعلق؟ هي قالت لك كده، أنت عايز تتزوجني يا ابني هات لي 1,000,000 جنيه. قلت له مش هدفع لك 1,000,000 جنيه، خلاص مع السلامة. لكن مصر على زواج يدفع. أنت فاهم كلامي ولا لا؟ لا فاهم شيخي، فاهم. هذا مهرها. أنا قالت لك أنا لا لا لا، أنت عندك فلوس كثير، أنا أريد مهري بستان حديقة. وأنت لا تقول ده البستان حاجة كبيرة. أنا مش موافق، خلاص أنت مش موافق مع السلامة. موافق سألت لها، فهذه مسائل عرض وطلب. فهمت كلامي ولا لا؟ مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله.